طيب من الطقس خلينا نروح للنادي الاهلي ونتابع اخر اخبار النادي وفرقه المختلفه وانشطته كمان مختلفه مع مراسلتنا سالة حامد. يا سالة بنصبح عليكي انا وكريم، صباح الخير. صباح الفل، بصبح عليك انا طبعا، بصبح عليك يا كريم وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. انا دلوقتي معاكم من داخل اكتر مكان يعني قريب لقلوب جميع جماهير النادي الاهلي، وهو ملعب مختار التتش، عشان انقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. بس خليني قبل ما اتكلم عن اخبار جميع الفرق الرياضيه، خليني انا كمان ابارك لكل جماهير النادي الاهلي، وابارك لك طبعا يا نهاوند، وابارك ليك يا كريم بعد فوز وتتويج سيدات السله ببطوله كاس مصر على حساب نادي سبورتنج بنتيجه 82-80. ويعني خلينا نقول يا نهاوند انه يعني بعد مباراه امس النادي الاهلي اصبح موعود مع الانتصارات بالضربه القاضيه، يعني مش بس القاضيه في كره القدم مع محمد مجدي قفشه زي ما شفنا في مباراه النهائيه من بطوله دوري ابطال افريقيا، لا كمان في مباراه السله امس، ويعني في الثانيتين اخر ثانيتين في المباراه مع نادين سلعاوي، وبعد يعني القاضيه قدرت ان هي تحسم اللقاء لصالح النادي الاهلي والفوز والتتويج ببطوله كاس مصر. بعد المباراه مباشرة يمكن امبارح يعني كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق قرر ان هو يمنح لاعبات النادي الاهلي راحه سلبيه من التدريبات، وهيعودوا مره اخرى التدريبات بكره ان شاء الله الساعه 7 هنا بمقر النادي الاهلي عشان يستعدوا للمباراه القادمه في بطوله الدوري، واللي هتكون امام تاني نادي سبورتنج المره الثانيه الاسبوع ده ان شاء الله. سيدات السله هيستعدوا بشكل قوي جدا للمباراه دي يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 6، وهنا برده هتكون على صاله الشهداء بمقر النادي، نفس الصاله اللي بيتمرنوا عليها لاعبات النادي الاهلي. كمان رجال السله وبعد توقف طويل لمباريات الدوري بطوله الدوري السوبر للرجال، يعني النهارده خلاص ان شاء الله هيختموا استعداداتهم الساعه 6 بمقر النادي استعدادا للمباراه مباراه بكره امام الجزيره، وهتكون اول مباراه بعد التوقف مباريات في بطوله الدوري، هتكون بكره ان شاء الله الساعه 6 هنا بمقر النادي على صاله الامير عبد الله فيصل في بطولة الدوري. كمان رجال الطايرة النهارده هيتمرنوا من الساعة 7 للساعة 10 أيضا بمقر النادي استعدادا للمباراة القادمة، هيتمرنوا النهارده وبكرة وهيكونوا يعني في راحة سلبية من التدريبات يوم الثلاث، وهيعودوا مرة أخرى التدريبات يوم الأربع والخميس استعدادا لمباراة يوم الجمعة أمام نادي الداخلية، واللي هتكون الساعة 4 على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، وطبعا في الأدوار النهائية من بطولة الدوري العام لكرة الطايرة. كمان سيدات الطايرة النهارده ان شاء الله يعني هيتمرنوا الساعه 5:30 على صاله الشهداء بمقر النادي ايضا استعدادا للمباراه القادمه يوم الجمعه، واللي هتكون امام نادي سبورتنج الساعه 4 على نفس الصاله اللي بيتمرنوا عليها لاعبات النادي الاهلي وهي صاله الشهداء بمقر النادي. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه يا نهاوند، خليني كمان اتكلم عن كره اليد شويه في النادي الاهلي، ويعني بعد الفوز على نادي سبورتنج بنتيجه 29-23 يوم الجمعه الماضيه رجال اليد يعني بعد المباراه مباشره ايضا قرر الكابتن طارق محروس المدير الفني للفريق ان هو يمنح لاعبيه يعني راحه سلبيه من التدريبات بدايه من يوم السبت حتى يوم الاثنين، ويرجعوا تاني يستأنفوا تدريباتهم يوم الثلاث ان شاء الله الثلاث ده استعدادا للمرحله المقبله واللي هتشهد مباريات في الدور الثاني من بطوله الدوري. يعني خلاص المباريات في الدور الثاني هتبتدي يوم الجمعه، واول مباراه للنادي الاهلي هتكون مع نادي الطيران الساعه 6 في يعني الجوله الاولى من الدور الثاني في بطوله الدوري، والمباراه هتقام على صاله استاد القاهره الدولي. كمان مش بس سيدات السله اللي فرحونا يعني امبارح يا نهاوند ويا كريم ويحققوا الفوز على نادي سبورتنج، كمان يعني سيدات اليد قدروا يحققوا الفوز امبارح على نادي سبورتنج بنتيجه 24-23 في بطوله الدوري، طبعا بعد اداء متميز واداء عالي من سيدات اليد. ويعني خلاص بعد المباراه دي
يعني قدروا ان هم يعني يتصدروا ترتيب جدول الدوري برصيد 77 نقطة من 26 مباراة في بطولة الدوري. خلاص يعني بعد المباراة لاعبات النادي الاهلي هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي طوال الاسبوع استعدادا ايضا لمباراة يوم الجمعة، واللي ان شاء الله هتكون امام نادي مدينة نصر هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة على صالة الامير عبدالله الفيصل في بطولة الدوري. طبعا بتمنى التوفيق لكل جميع الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي يعني في كل المباريات، ويعني معظم مباريات إن شاء الله يعني هتكون يوم الجمعة. طبعا بتمنى لهم بالتوفيق، وبتمنى التوفيق للاعبي النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله مباراة الأهلي وطلائع الجيش الفريق الأول لكرة القدم. إن شاء الله النهاردة يفرح جميع جماهير النادي الأهلي ويحصلوا على 3 نقاط في مشوارهم في بطولة الدوري. طبعا يا نهواندو يا كريم أنا معاكم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. لا احنا بنشكرك يا سالة جدا، ودايما بتجيب لنا الاخبار الحلوه، يعني فوز الاهلي في رياضات مختلفه دي حاجه اكيد بتسعدنا كلنا كمذيعين وكجمهور، يعني شكرا ليك يا سالة على هذا.